النادي الاهلي اللي حوالي مش هنقول 70 ولا 80 مليون، هنقول 50 مليون 60 مليون، في بس 15، لك ان تتخيل 15 مشجع اهلاوي في استاد السلام بيساندوا فريق النادي الاهلي الاكثر شعبيه في يعني افريقيا المباراة بدون والاكثر جمهور. شعبيه في الوطن العربي، والفريق اللي هو دايما يعني حاطط اسم مصر فوق في السماء. مش عارفين ايه الاسباب، انا شايف ان جماهير الاهلي كانت ملتزمه كل الالتزام في المباريات السابقه، مش عارفين ايه الاسباب بصراحه، يعني حاجه بصراحه لازم نأسف ليها. مباراة كل بدون جمهور الفرق ليها جماهير إلا جماهير النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب من أول ما جه هو كان ماسك ملف الجماهير وعودة الجماهير ورجعنا الجماهير، والسيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف قال الجماهير ترجع مفيش أي مشاكل، والجماهير رجعت والمنظر كان زي الفل، وأنتوا عارفين إن جماهير الأهلي بتنور أي استاد وبتكبره. مش عارف أنا بصراحة، حاجة بصراحة تحزن يا كابتن شريف، أنا يعني مش عارف هو لسه كمان احنا جايين